مرحبا بكم من جديد. بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو العمالة الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى للدورة الثانية للجائزة العربية للتراث العام 2014 لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي. ومن هذا السياق أقيم حفل تسليم الجائزة العربية للتراث في دورتها الثانية بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. الجائزة العربية الثانية للتراث الثقافي والتي تنظم من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو بالتنسيق مع أيضا اليونسكو وجامعة الدول العربية. هذه الجائزة مهمة جدا لحفظ التراث الثقافي اللامادي. التراث بالنسبة لنا هو هوية الوطنية للشعوب، نحافظ عليه من خلال منطلقاته الإسلامية والعربية. الكويت سعدها أن تستقبل هذا الجمع من الخبراء والمتخصصين للاحتفالية، إيمانا حقيقة من دولة الكويت في أهمية المحافظة على الثقافة والفنون والأداب كأداة أساسية لتعزيز الهوية الثقافية العربية. تهدف هذه الجائزة تعزيز القدرات العربية في مجالات صون التراث الثقافي المادي واللامادي. أنا الكويت سباقة كما تعلم منذ القدم للعمل العربي ويعني توطيد العلاقات العربية وخاصة في المجال الثقافي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من أهم يعني من أبرز مهامها توحيد أو المحافظة على الوحدة الثقافية العربية، ومن أبرز النشاطات التي تساعد في هذا الأمر هي مثل هذه النشاطات، صون التراث وتشجيع حفظ التراث وغيرها. والكويت كذلك كما تعلم يعني دائما تستضيف كثير من المؤتمرات الخاصة بالوطن يعني أمور ثقافية عامة، يعني مدى تأثيره على نفوسنا إحنا في كباحثين. إحنا نمارس البحث ولا يعني نأمل في أي الحصول على أي جوائز، إحنا بس مجرد أننا بنمارس البحث وفقا للقواعد العلمية المتعارف عليها من أجل خدمة وطننا. ولكن لما يجي وطننا يحتفي بنا من أجل إنجاز إحنا عملناه، فهذا يعبر تعبير الحقيقة راقي جدا، ويمثل بالنسبة لنا إكسير حياة، يعني يضيف لنا طاقة أكبر من الطاقة اللي إحنا عملنا بها من قبل. لما يكون في جائزة عربية للتراث الثقافي اللامادي أو بالمفهوم بتاعنا التراث الشعبي بتعني الكثير، بتعني أنه المنظمة العربية التربية الثقافة والعلوم الأليكسو والمؤسسة الثقافية العربية بدأت تلتفت لأهمية صون التراث الشعبي بشكل عام، وأن يكون جائزة بهذا الحجم وبهذا الإعلام وبهذا التقدير بيعني أننا نمضي في خطى ثابتة نحو حفظ تراثنا الشعبي الذي يحتاج في المرحلة الراهنة لأن نحميه. المعروف أن جائزة التراث قد انطلقت في دولة قطر عام 2012 خلال اجتماعات الأليكسو بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور اتفاقية صون التراث الثقافي. من حفل تسليم الجائزة العربية للتراث، يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.